السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حط رئيس الاتحادية الإفريقية لكرة القدم كاف باتريس موتسيبي يوم الجمعة رحاله بالعاصمة المغربية الرباط لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا والذي جرى أمس لأقل من 23 سنة. وأشرف باتريس موتسيبي على اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي عقد بالمقر الجديد للجامعة المغربية الذي حضره أيضا نائبه المغربي فوزي لقجع. وصنعت صورة استقبال رئيس الجامعة المغربية للعبة الأكثر شعبية في العالم فوزي لقجع لرئيس الهيئة القارية الكاف الحدث في منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الخاصة. وظهر رئيس الكاف في تلك الصورة سعيد وهو يعانق المغربي فوزي لقجع في مشهد عكس كل التسريبات القائلة بتوتر العلاقة بينهما مؤخرا. وفي صورة أخرى التقطت قبل انطلاق اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف ورأى كثيرون أن مشهد العناق الحار للقجع أثناء استقباله رئيس الكاف وملامح الفرحة التي كانت بادية على وجه الرجلين في الصورة الجماعية مؤشرا واضحا على عودة العلاقة بينهما إلى مجراها الطبيعي. وبحسب متابعينا للشأن الرياضي الإفريقي فإن لقجع أمام فرصة ذهبية لحشد غالبية أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية للكاف من أجل دفعهم إلى التصويت على ملف المغرب لاحتضان كان 2025 وهذا بكواليسه الكبيرة. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.